السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع عن سلاح ذات البين ومقتطفات كثيرة، من ضمنها عن صلة الرحم، وكذلك موجود فيها موضوعات مهمة جدا جدا عن الحسد والمباغضة. فعن صلة الرحم، نسأل الله من الله يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا. وأشكركم على متابعتكم، ولا تنسون الإعجاب والاشتراك والمتابعة والتعليقات، لأن ذلك ما ينفع القناة، لعل الله ينفع بها يوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا. أخوكم عبد الله بن عبد العزيز ابن دعلان أبو رعد، والسلام عليكم. إعجاب، متابعة، تعليق. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقال انظروا إلى هذين حتى يصطلحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول الرسول العظيم، اللهم صل عليك محمد، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى قاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لماذا أسأل عن عبارة هدفت الكثير في العلاقات الجميلة؟ فغاب حسن الظن والتماس العذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا وانقطعت أوصال المحبة وانقطعت الأرحام. اللهم صل عليك محمد. ليش أسأل؟ ليش ما يسأل عنه؟ ليش ما يسأل عنه؟ وأنا أسأل عنه. الرحمة معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يقول الرسول: اللهم صل عليك محمد، من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. يقول الرسول: اللهم صل عليك محمد، ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه يصلها. الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لم يسأل عني لماذا أسأل عنه، عبارة هدمت الكثير من العلاقات الجميلة، فغاب حسن الظن والتماس العذر، وانقطعت أوصال المحبة وصلت الأرحام. يقول الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم و يكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. صحيح ابن حبان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليك محمد، اللهم صل عليك محمد، عدد ما ذكروا الذاكرون، وغفر ثلاث أيام تلتقيان فيعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. لا تجعل ساعة الخصومة تهدم سنوات المودة. لا تجعل ساعة الخصومة تهدم سنوات المودة. حفظك الله. قاطع الرحم الله يقطعه، واصل الرحم مبارك العمر والمال والولد. قاطع الرحم ملعون بنص كتاب الله. واصل الرحم في أمان، لأنه إذا سار على الصراط على اليمين الرحم وعلى اليسار الأمانة، والحبيب كان أمينا واصلا، ولذلك البعض لن يستطيع المرور على الصراط لأن الرحم ستعترض وتقول: قطعني. والله قد قال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.